تدرون يا جماعة انه مفروض فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، يقلع عم الاسم الطويل، كان مفروض انه ينزل الاسبوع الماضي، لكن مع التأجيلات المستمرة والحوسة اللي صارت للفيلم راح نشوفه في سنة 2023، ومش في بداية 2023، تقريبا في نصها. صدقوني يا جماعة الفيلم هذا بيكون قد الانتظار، وتذكروا كلامي، احساسي يقول كذا، لانه بالتحديد فريق عمل هذا الفيلم الجزء الاول والجزء الثاني مرة معرقين ومرة شغالين صح. اتحمسوا للفيلم شوية معايا، لا تخلوني لحالي متحمس بعدين طلع سيء. الله يريح الشخص. ويا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. اخبار جديدة هالاسبوع من هوليوود في فقرة شخبار هوليوود. فيديو اليوم يا جماعة مليان اعلانات افلام جديدة واخبار رهيبة وبعضها اخبار مش مطمئنة صراحة. عشان لا يكثر الكلام، لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل الجرس الصغير على طريقك، وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نبدأ. اوكي يا جماعة، التريلر الاول لفيلم سوبر ماريو نزل. لا تقولوا لي ايش الخبر النايم هذا، سوبر ماريو انت تستهبل؟ لا لا انت تستهبل، احسب جمهور سوبر ماريو شوية في البلد ولا كيف؟ الاعلان الاول للفيلم بس في اول 24 ساعة جاب حوالي 10 مليون مشاهدة. لا تستهين بسوبر ماريو مرة، انتبه. الاعلان للامانة جميل ويبشر بخير، بس تعرفون عندنا عقدة تحويل الافلام او تحويل الالعاب الى افلام، اغلب الالعاب اللي يحولوها الى افلام ما تزبط. فخلونا ما نطمح لشيء ضخم او كبير مرة، لو قدروا يطلعوا لنا بفيلم بمستوى جيد جدا وجيد بتكون حاجة كويسة ترى. عموما تقدرون تشوفون الاعلان الكامل متوفر على اليوتيوب، والفيلم بشكل عام قادم في شهر ابريل سنة 2023، قريب ومش قريب. وبرضه يا جماعة نزل اعلان فيلم Violent Night، واللي راح يحكي لنا قصة سانتا كلوز ولكن بشكل مختلف تماما، واقصد مختلفة تماما انه الفيلم ما راح يكون سانتا كلوز يوزع هدايا في الشوارع، لا حيكون دموية وعنف وتقطيع واسلحة ومصايب كثيرة. الفيلم راح يكون من بطولة ديفيد هاربر وقادم هذه السنة وبالتحديد في شهر ديسمبر، يعني شهرين الا حاجة. نزل الإعلان الثاني لفيلم بلاك بانثر وكاندا فور إيفر، وظهرت للأمانة فيه تفاصيل كثير جديدة راح تعطينا لمحة بسيطة عن ما هو قادم في هذا الفيلم المنتظر أو أحد أهم أفلام مارفل المنتظرة. أول حاجة في الإعلان شفنا بلاك بانثر الجديد، واللي على ما يبدو أنه راح تكون شوري أخت بلاك بانثر، وبرضه شفنا لمحة لبدلة ريري ويليامز أو آيرون هارت، واللي مثل ما قلت لكم 20,000 مرة في فيديوهات سابقة راح تكون هي الوريثة جديدة لآيرون مان. وبرضو شفنا لمحة واضحة دي المرة، واضحة جدا وفي أكثر من مشهد، لمؤدي شخصية نيمور أو نيمور أو نامور، واللي يشاع إنه ما راح يكون فيلن ولا راح يكون طيب، راح يكون حاجة اسمها أنتي فيلن، يتوقع زي كذا يقولوا لها، يعني مش شرير بس مش طيب، حاجة في النص كذا رمادية. وشفنا برضو شوية من التفاصيل الثانية اللي رسمت لنا فرصة لتصور بعض أحداث الفيلم. وفي حال إنك ناسي، أحب أقول لك إنه الفيلم عاد بقي له حاجة، شهر نوفمبر الجاي وبالتحديد يوم 11 راح نشوفه في صالة السينما، إلا لو مارفل جابوا أم العيد وقالوا فيه مشهد كذا وما بنشيله فما بنشوفه. وبالحديث عن مارفل يا جماعة، أحب أقول لكم أن الحلقة الثامنة من مسلسل شي هولك وصلت، والحسنة الوحيدة في هذه الحلقة هي أنه ديرديفل ظهر، وكان ظهوره للأمانة أنيق جدا ويليق بفخامة شخصية ديرديفل. أوكي يا جماعة أتفق معاكم أنهم زحلقوه كذا في مشاهد كوميدية بايخة وظهروه بشكل شوية مش كويس، ولكنه ديرديفل يظل له هيبة وكذا وحضوره رهيب ديرديفل يا أخي. الحلقة للأمانة كان فيها نقطة تحول قد تكون هي المنقذة لهذا المسلسل النايم. مسلسل شي هولك بدأ بشكلها بعدين بدأ يدحدر يدحدر، الحلقة الثامنة ذي في نقطة تحول صارت فيها، لو تم توظيفها في الحلقة الأخيرة بشكل كويس راح نشوف توجه ممتاز جدا لشخصية شي هولك. فخلونا نتمسك بشوية أمل وننتظر الحلقة الأخيرة ونشوف ايش راح تسوي مارفل في مسلسل شي هولك. مسلسل The Rings of Power المشتق من عالم The Lord of the Rings، أحب أقول لكم يا جماعة أنه بدأ تصوير الموسم الثاني منه رسميا الأسبوع الماضي وبالتحديد في بريطانيا. جدير بالذكر يا جماعة أنه المسلسل ما زال العالم مختلفين عليه، 50% تقريبا يمدحون له ويطبلون له وجالسين يتابعوه بكل حماس، و 50% ثانيين جالسين يخصفون فيها الأرض ويقولون أنه ما ضيعت فلوس لا أكثر. أنا للأمانة بعد الحلقة تقريبا الرابعة أو الخامسة وقفت متابعة المسلسل. على كل حال يا جماعة مستوى بعض الحلقات عموما
عموما في تصاعد الى حد كبير، والمسلسل ارتفع تقييمه من 6.4 او 6.2 وصار 6.9 من 10، يعني 7 من 10 الا تكة. واضح انه التقييمات بدأت تصير اكثر دقة حاليا، على عكس الهجمة الشرسة اللي صارت للمسلسل في بداية عرضه لما كانوا الناس يدخلوا يقيموا 1 من 10 كذا عناد والاسباب ثانية. وبشكل عام الحلقة رقم 6 هي الاعلى تقييما، وصل تقييمها الى 8.4 من 10، وباقي الحلقات يتراوح تقييمها ما بين 6 7 7.5 وكذا. فلذلك يتبقى لنا حلقة واحدة من المسلسل، وبكذا يكون ودعنا الموسم الاول من مسلسل Lord of the Rings او The Rings of Power عفوا، وبعد كذا ننتظر الموسم الثاني على خير. تم نشر بعض الصور لشخصيات هاوس اوف ذا دراجون في مرحلة عمرية مختلفة. لا تخاف، الصورة ما فيها حرق ولا هو مشهد مهم، مجرد صورة جماعية لبعض الشخصيات لما صارت في مرحلة عمرية مختلفة. وركزوا لي على صورة ايموند وصورة ايجون. الصورة اوكي ما فيها شيء، شكلهم جميل ومظهرهم لائق كذا بهيبة العائلة، بس يا جماعة واضح انه ايموند في الصور اكبر من ايجون، وكثير من الجمهور منزعجين من هذه النقطة، مش بس انا، بحكم انه ايجون الصغير كان اطول وانحف وبنيته الجسدية مختلفة إلى حد كبير، بل إن البعض قال لو إنهم بدلوا ما بين الممثلين الكبار وخلوا أيجون الكبير هو أيجون الصغير. عموما يا جماعة التفاصيل الصغيرة هذه ممكن تؤثر بشكل بسيط جدا وغير ملحوظ، ولكنها ما راح تأثر بشكل كبير لا على التقييم ولا على القصة. في النهاية أنت جيب لي ممثلين كويسين وخلاص، هذا اللي يهم. عموما ننتظر الحلقة ونشوف ونحكم بأنفسنا. ألا واحب اقول لكم يا جماعه انه هيو جاكمان رجع للجيم بقوه الحين. الولد طلب له شويه بروتينات وبدا يتمرن من جديد، وما يحتاج اقول لكم ليش. ياب بالضبط، استعدادا لتقديم دور وولفرين مره ثانيه في فيلم ديدبول الثالث. ما زال الخبر يحمس، انا مره متحمس للخبر هذا، في كل مره اقرا شيء عنه اتحمس اكثر. عجلوا لنا بالفيلم، والله مو قادر انتظر. وفي حال انك ناسي لا سمح الله، احب اقول لك انه الفيلم قادم سنه 2024. يعني شنو؟ يعني غني يا المطولك. كريستن بيل يا جماعة أبدأ بشكل واضح رغبته في المشاركة والانضمام لعالم ستار وورز، بل إنه قال إنه عنده فيجرز أو مجسمات لستار وورز معاه منذ الصغر، من يوم كان طفل صغير وهو محتفظ فيها. الآدمي واضح إنه فانز لستار وورز ما فيها كلام. عموما يا جماعة أنا مش فانز لستار وورز، بس صدقني يا كريستن بيل إن جمهور ستار وورز راح يكونوا مبسوطين جدا بهذا الخبر لو حصل. في النهاية أنت كريستن بيل يا حبيبي، أنت مش حاجة شوية في البلد. وفيلم جديد لطرزان قادم من إنتاج سوني قيد التطوير. ما في معلومات كثيرة عنه للآن، ولكن يشاع إنه الفيلم راح يكون في العصر الحديث، أقصد أحداث الفيلم وشخصياته وقصته ما إلى ذلك، مش مرة زمان. إلى الآن ما حددوا من الكتاب ولا المخرجين ولا أي طاقم عمل باقي، ولا أدري هل راح يكون العمل حي ولا أنيميشن، بس الأكيد إنه فيلم طرزان حاصل وقريب راح نعرف أكثر عنه. تم إطلاق صورة رسمية من الفيلم القادم لسلسلة Planet of the Apes، واللي راح يكون اسمه The Kingdom of the Planet of the Apes. يقلع أم الأسماء الطويلة يا أبوي، اختصروا. المهم يا جماعة أن الممثلة الصغيرة فريا آلين راح تكون أحد أفراد أو أحد طاقم ممثلين هذا الفيلم، ليش لا؟ البنت ممثلة رهيبة، وشوفنا دورها في The Witcher، للأمانة ما قصرت. وتم الإعلان رسميا برضو أنه أحداث الفيلم راح تكون بعد عدة سنوات من أحداث آخر فيلم تم إطلاقه، والفيلم رسميا راح ينزل في سنة 2024، يعني برضو غنية للمطولك. تم توفير او انها راح تتوفر مستقبلا جميع افلام جيمس بوند على منصة امازون برايم. كم فيلم يا وجيه؟ 25 فيلم عزيزي الوجيه راح تصير في متناول جميع مشتركي منصة امازون برايم. لما انا حركة حلوة وتصبيرة حلوة لحد ما يشوفوا لهم جيمس بوند جديد. ترى للحين باقي قاعدين يدوروا على جيمس بوند جديد، وواضح انهم مرة ماخذين راحتهم زي ما قلت لكم في الفيديوهات القادمة السابقة. ايش بقى قاعد اقول القادمة كل شوية. عموما ان شاء الله انه يتم اختيار ممثل جديد لجيمس بوند، ويكون اختيار جدا كويس، ما يجيبون ام العيد ويتماشوا مع الاجنده والهبالات اللي خايفين منها. وفيلم وير وولف القصير من مارفل اصبح متوفر للمشاهده، تقدرون الان تتابعونه. الفيلم مصنف على انه قصير لان مدته اقل من ساعه تقريبا، وبالتحديد 52 دقيقه. قصه الفيلم عن شخص مصاب بلعنه ويحارب الشر بلا 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 بلا، ولكن الحلو انه الفيلم اخذ تقييمات جدا جدا عاليه وممتازه على موقع IMDb والطماطم الفاسده. على موقع IMDb بس اخذ 8 من 10 الى الان، واللي يعتبر تقييم جدا ممتاز ما يحتاج اقول لكم. جربوا تتابعوه ممكن يناسبكم.
وتم إطلاق الإعلان الرسمي للموسم الثالث من مسلسل His Dark Materials. أنا صراحة فقدت الأمل في المسلسل هذا بعد نهاية الموسم الأول لما تابعته زمان. المسلسل بدأ بشكل كويس بعدين بدأ يتحول إلى حاجة ثانية، ما أدري إيش صار كذا، ما عاد عجبني. ولكن لو أنت من محبي هذا المسلسل أحب أقول لكم يا جماعة إنه الموسم الثالث قادم في شهر ديسمبر وراح يتوفر على منصة HBO Max. تم تسريب صورة أولية من فيلم فيراري القادم سنة 2023 واللي راح يحكي السيرة الذاتية لإنزو فيراري، راجل كذا مخضرم وضليع في عالم السيارات من اسمه إنزو فيراري، وش تتوقع يعني بآيس كريم. وراح يكون الفيلم من بطولة آدم درايفر وكريستيان بيل وبينيلوبي كروز. بس صراحة آدم درايفر ولا حاجة، السنة الماضية جوتشي والسنة الجاية فيراري، إيش الشغل الثقيل هذا يا ولد؟ ها اوبا يا جماعة، الخبر هذا رهيب لمحبي الاكشن والكذبة المبالغ فيه. لا تخاف ترى انا مش جالس اشتم، انا واحد منكم، انا احب افلام الكذب والاكشن المبالغ فيها، ترى ما فيها شيء. اقصد يا جماعة فيلم اكسباندبلز الجزء الرابع او المرتزقة قادم سنة 2023 رسميا. اوكي للحين ما هو معلن بشكل رسمي طاقم او ابطال الفيلم، بس تعرفون سيلفستر ستالون فكرته من صناعة وكتابة هذه السلسلة هي انه يجيب اكبر عدد من الممثلين الكبار والمعروفين في مجال الاكشن ويحطهم في فيلم واحد. فلكم ان تتخيلوا ايش الاسماء اللي ممكن يجيبها سيلفستر ستالون في هذا الجزء القادم. فاكرين الممثل بالدوين اللي قتل واحدة من طاقم فيلم راست بالخطأ قبل كم سنة؟ يب اللي اطلق عليها النار عن طريق سلاح يفترض انه مزيف بس طلع مش مزيف. يا سلام، احب اقول لكم يا جماعة انه اخيرا وصلوا الى تسوية مع زوج الراحلة وتم حل جميع المشاكل القانونية اللي كانت موجهة للفيلم ولطاقم الفيلم. راح يتم استكمال تصوير الفيلم بشكل رسمي من جديد سنة 2023. عاد بعد الزحمة هذه ويطلع فيلم خايس بألطشكم. تحبون الأحلام الحلوة يا جماعة؟ مين ما يحب الأحلام الحلوة؟ بس المشكلة إذا كانت الأحلام الحلوة هذه من إنتاج نتفليكس، تعرفون الثقة في نتفليكس يدوبك. عموما يا جماعة في فيلم جديد قادم اسمه سلامبرلاند، ما بقي له شيء تقريبا راح نقدر نشوفه. فكرة الفيلم للأمانة مرة مثيرة للاهتمام وملفتة أكثر لمحبي الخيال والفانتازيا اللي زي جو يعني. عن بنت تجيها فرصة إنها تدخل إلى عالم الأحلام بطريقة ما وتحاول تقابل أبوها الميت هناك. راح يشارك معاها في هذه المغامرة الممثل الرهيب جيسون موموا. مثل ما قلت لكم يا جماعة فكرة الفيلم جدا مثيرة للاهتمام والإعلان كمان مثير للاهتمام إلى حد كبير، وأتمنى إنه بعد عرض الفيلم يكون الفيلم على الأقل شوية مثير للاهتمام، ما أبغى شيء كبير ورهيب، شوية عادي. نتفليكس أنت عارفين يعني، الفكرة كذا من برا واو بعدين التنفيذ كلام فاضي. نشرت بعض المصادر تقول انه سوبرمان هنري كافل راح يرجع لعالم دي سي بشكل رسمي وراح يكون اول ظهور له في فيلم بلاك ادم القادم. مش اكيد، لسه كذا كلام من ورا التريلات، وظهوره ما راح يكون في فيلم بلاك ادم بشكل رسمي ولكن في مشهد بعد نهاية الفيلم. نقدر نتوقع انه ممكن يكون في تعاون بين بلاك ادم وسوبرمان، وممكن يكون العكس ونشوفهم الاثنين يتضاربوا مع بعض في الهواء وتصير كذا حاجة حلوة يعني وغير متوقعة، الله اعلم. اللي احب اقوله لكم يا جماعة انه رجعت سوبر من هنري كافل للملعب حاجة جدا رهيبة، فننتظر ونشوف. الممثل جاريد ليتو يا جماعة راح يكون بطل فيلم سيرة ذاتية قادم، والفيلم هذا راح يتناول قصة مصمم الأزياء الراحل والشهير كارل أوتو لاغرفيلد. ممكن وجهه مو غريب عليك صح؟ ولكن أحب أقولك إنه هذا الشيخ الكبير لماركة شانل الشهيرة، ومصمم برضو كبير لشركات جدا كبيرة مثل H&M وفندي ودارك لوي وغيرها. فغالبا هذا الإنسان راح يكون عنده قصة جدا مثيرة للاهتمام. الحين ما تم الإعلان عن أي تفاصيل سوى إنه جاريد ليتو، ولكن سنوافيكم بأي أخبار جديدة عن هذا الفيلم في المستقبل. اوبا هذا الخبر سعيد بالنسبة لي يا جماعة، لين خلاص، لانه في فيلم جديد للمخرج الرهيب واللي احب افلامه جدا مارتن ماكدونا، اللي اخرج فيلم ان بيرج وفيلم ثري بيل بوردز وفيلم سيفن سايكوباث، كلها افلام مرة مجنونة يا جماعة ورهيبة. هذا المخرج وانصحك تابعه لو ما تابعتها. المهم يا جماعة انه هذا الانسان عنده فيلم جديد اسمه The Banshees of Inisherin، اتوقع كذا ينطق اسمه. فيلم كوميدي ودرامي عن اثنين من الاصدقاء يحاولون يخرجون من معمعة كبيرة في حياتهم. اوكي وجيش القصة النايمة هذه؟ لا القصة ما هي نايمة، انت لو تعرف مين المخرج راح تتفهم حماسي ليش. والاحلى من كذا انه الفيلم اخذ تقييمات مبدئية جدا 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 رهيبة، وصل تقييمه على موقع IMDb 8.2 من 10 دايم. واكرر ليش لازم تتحمسوا للفيلم؟ لانه مارتن ماكدونا. الفيلم راح يتوفر هذه السنة يوم 21 اكتوبر، جهز تذاكرك يا وحش.
يابا هذه الأخبار اللي تحمس وتخوف في نفس الوقت. بعض الأخبار يا جماعة تقول إنه تشارلي هانم مؤدي شخصية جاك ستيلر الشهيرة من المسلسل الغني عن التعريف سانز أوف أناركي راح يرجع في مسلسل جديد بشخصية جاك ستيلر برضو. أنا مبسوط إنه جاك ستيلر ممكن نشوفه مرة ثانية، بس في نفس الوقت حزين لأنه الموضوع كده في ريحة حلب. شم ريحة حلب، واللي تابع مسلسل سانز أوف أناركي فاهمين ايش قصدي. وللأمانة ما في أحد يحب فينا الحلب صراحة، بالذات إذا كان لشخصية أو لعمل جدا محبوب. إلى الآن ما في شيء رسمي وأخبار من وراء التريلات، فننتظر ونشوف. فيلم أمستردام يا جماعة اللي سويت لكم زحمة عليه، ياب فاكر سويت زحمة عليه وأزعجت أهلكم فيه، اللي فيه مجموعة كبيرة من الأسماء في هوليوود، أحب أقول لكم أنه تم عرضه مبدئيا للأسف، وعلى عكس المتوقع الفيلم أخذ على رأسه تقييمات سلبية إلين عض الأرض. الطماطم الفاسدة المعفنين أعطوه 29%، وIMDB برضو أعطوه 6/10. أحا ولا حق الحماسة ولا حق الزحمة اللي سويتها لكم ذاك الفيديو. عموما يا جماعة التقييمات الأولية ترى جدا جدا مهمة، أوكي ما هي دقيقة بس برضو ترى مهمة جدا، فلذلك يعتبر هذا خبر جدا سيء لصناع الفيلم، بس ننتظر ونحكم بأنفسنا. الفيلم قادم بتاريخ 7 أكتوبر. ويل سميث يا جماعة راجع بفيلم قد يكون أحد أهم أفلام السنة، اسم الفيلم أمانسبيشن. إعلان الفيلم أوكي ممكن لسه ما هو واضح التفاصيل فيه، ولكن البوستر وشكل ويل سميث في البوستر للأمانة مرة مثيرين للاهتمام ولا كيف؟ قصة الفيلم يا جماعة بتكون عن عبد هارب في مستنقعات لويزيانا ورحلته الشاقة جدا اللي يهرب فيها من أصحاب المزارع اللي يحاولون يقتلونه. الفيلم قادم هذه السنة يوم 2 ديسمبر، وهل يا ترى يفعلها ويل سميث ويترشح للأوسكار مرة ثانية، بالذات بعد ما كسر لعنة فوزه في السنة الماضية لما صفع كريس روك كف على وجهه؟ ما أدري، ننتظر ونشوف. وختاما يا جماعة مسلسل دمر اللي يحكي قصة المجرم الأكثر رعبا في الولايات المتحدة يصبح ثاني أكثر مسلسل مشاهدة على منصة نتفليكس. طيب إيش المركز الأول يا وجيه؟ من جدك تسأل؟ أكيد سترينجر ثينكس. وكرر يا جماعة المسلسل جدا 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 رهيب ولا يفوتكم، ولكن تأكدوا إنه للكبار فقط، في دموية وعنف ومشاهد جدا مقززة، فإذا بتتابعوه اعملوا حساب الأشياء اللي قلتها لكم. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك للفيديو لو عجبتكم الأخبار، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.